تعرفوا الكتاب بقول ملعون من لا يعمل أعمال الناموس، ورسالة يعقوب يقول بكل صراحة من حافظ الناموس كله وعثر في واحد، يعني ارتكب خطية بس في شيء واحد في الناموس، فقد صار مجرما في الكل. فهون منشوف ما فيش مبدأ الحسنات يذهبنا السيئات، ولا مذهب انه قديش في حسنات واعمال عملت مقابل، لا هم يتكلم اذا 99% اخطيت في واحد انت صرت مجرم في الكل. طبعا نقطة سم واحدة في زجاجة ماء كفيل انه تقتل اي انسان. فاذا هل اشرب كوباية مي لانه فيها بس نقطة سم واحدة؟ فالانسان عاجز انه فعلا انه يقوم بهذا العمل لوحده، يحتاج عمل الرب يسوع المسيح.